السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم طلابي الأعزاء. درسنا اليوم في مادة الحساب العلاجي، مستوى مبتدئ، نشاط رقم 9. والهدف من هذا التمرين أن يجمع التلميذ عددين من منزلة واحدة. فلنحضر ورقة وقلم وهيا نبدأ سويا. يا صغاري، أكمل روابط الأعداد التالية. لدينا عدة روابط سنقوم بملئها بالعدد المناسب. الرابط الأول، لدينا العدد 4 وفي الدائرة التي تليها العدد 2. 4 + 2 كم يساوي؟ ممتاز، 6. أضعها في الأعلى. وفي الشكل التالي، لدينا العدد 4 والعدد 3. 4 + 3 كم يساوي؟ ممتاز، 7. نضعها في الدائرة هنا. في الرابط التالي لدينا العدد 3 والعدد 5. 3 + 5 كم يساوي؟ ممتاز، 8. لدينا الآن العددين 6 والعدد 1. 6 + 1 كم يساوي؟ أحسنتم، 7. نضعها هنا. ولدينا أيضا 5 و0. 5 + 0 كم يساوي؟ ممتاز، 5. في السطر التالي لدينا الروابط التالية أيضا. لدينا العددين 9 و0. 9 + 0 كم يساوي؟ ممتاز، 9. نضعها في الدائرة هنا. في الرابط الذي يليه يوجد لدينا أيضا الأعداد 3 و7. 3 + 7 كم يساوي؟ أحسنتم، 10. ولدينا أيضا العددين 2 و8. 2 + 8 كم يساوي؟ أضع 2 في ذهني وأكمل عد. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. أحسنتم، إذن الناتج هو 10. أضعها هنا. ولدينا أيضا في الرابط التالي الأعداد 3 و6. 3 + 6 كم يساوي؟ ممتاز، 9. نضعها هنا. ولدينا أيضا في الرابط التالي الأعداد 2 و1. 2 + 1 كم يساوي؟ ممتاز، 3. لدينا الآن الروابط التالية. لدينا 10 + 0 كم يساوي؟ ممتاز، 10. في الرابط التالي سنقوم بملء الفراغ بالعدد الثاني. لدينا العدد 10 وهو الناتج، ولدينا العدد 7. 7 + فراغ يساوي 10.
كيف سنستخرج العدد الثاني؟ سنقوم بطرح العدد 7 من العدد 10. 10 ناقص 7 كم يساوي؟ ممتاز، 3. ولدينا أيضا في الرابط التالي العدد 10 والعدد 8. كيف سنقوم باستخراج العدد الثالث؟ سنقوم بطرح العدد 8 من العدد 10. 10 ناقص 8 كم يساوي؟ ممتاز، 2. لدينا الرابط التالي أيضا 9 زائد 1 كم يساوي؟ ممتاز، 10. نضعها هنا. في الرابط التالي لدينا أحد العددين والناتج. سنقوم بطرح العدد من الناتج لنستخرج العدد الثاني. لدينا العدد 10 والعدد 6. 10 ناقص 6 كم يساوي؟ أضع 6 في ذهني وأكمل عد حتى أصل للعدد 10. 7 8 9 10. كم الناتج على أصابعي؟ ممتاز، 4. أضعها هنا. في الرابط التالي سنقوم بعملية الجمع. لدينا العددين 5 و5. 5 زائد 5 كم يساوي؟ أحسنتم، 10. لدينا في الرابط التالي الناتج وأحد العددين. كيف سنستخرج العدد الثاني؟ كما قلنا قبل قليل سنطرح العدد 4 من العدد 10. 10 ناقص 4 كم يساوي؟ أضع 4 في ذهني وأكمل عد حتى أصل للعدد 10. 5 6 7 8 9 10. كم عدد العدد على أصابعي الآن؟ ممتاز، إنهم 6. إذن فالناتج هو 6. 10 ناقص 1 كم يساوي؟ ممتاز، 9. في الرابط التالي لدينا الأعداد 2 و8. 2 زائد 8 كم يساوي؟ ممتاز، 10. أضعها هنا. وفي الرابط الأخير لدينا العدد 3 والعدد 10. نريد أن نعرف العدد الثاني. نطرح العدد 3 من العدد 10. 10 ناقص 3 كم يساوي؟ ممتاز، 7. أحسنتم.